ما معنى الصلاة على الرسول؟ كلنا يقول اللهم صل على محمد، لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة. ما معنى الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثنى عليه يقول عبدي فلان فيك كذا وكذا، ويذكر من صفاته الحميدة. فأنت إذا صليت على النبي أثنى الله عليك 10 مرات، فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل وقت، كل وقت.